كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للنادي الاهلي. يا كابتن سيد الف مبروك، فوز مهم جدا وفوز صعب، وانتم يمكن كنتوا عاملين حسابكم على صعوبه هذه المباراه بشكل عام. الاول كابتن اسلام الشاطر يمكن فرنط بقى الدقائق وحتى 11 دقيقه فنطهم، لا فنطهم صح، وعاملين فعلا يعني حاجه الناس تخش ملعب الاهلي تشوف، لان الوضع صعب. انت كنت في ارض الملعب يا كابتن، اتكلمنا على هذا. لا طبعا يعني الحمد لله طبعا على المكسب وكل حاجه، وممكن نقدم طلب للاتحاد الدولي نلعب الوقت من الدقيقه 90، يعني ما بقاش 1 2 دي بقت 90 89 اسهل لنا. لكن طبعا بالنسبه للوقت انا لما جت الدقيقه 90 كان ضاع وقت حوالي 10 دقائق و57 ثانيه بالظبط، كل الاستادات التحليليه ممكن تعملها 10 دقائق و57 ثانيه.